ولد مايكل أو مايك تايسون في 30 يونيو عام 1966 بمدينة بروكلين في نيويورك، ووصف في أواخر الثمانينيات بالرجل الأسوأ على كوكب الأرض بسبب سلوكه التهديدي وقوته المدمرة وقبضته الحديدية. ونشأ مع شقيقه رودني وشقيقته دينيس في أسرة هجرها الأب جيمي كيرك باتريك في الثانية من عمره وهو صغير، مما حدا به أن يأخذ نسب أمه تايسون، وذلك حسب شهادة أخيه الأكبر غير الشقيق جيمي كيرك باتريك. نشأ في النادي الرياضي، واحترف مايك تايسون ملاكمة المحترفين في سن صغيرة، ثم أصبح بطل الوزن الثقيل للمحترفين، وهو من الأصدقاء المقربين لمغني الراب الأمريكي توباك الذي اغتيل بعد مباراة تايسون الشهيرة عام 1996. لكن الحياة لم تستمر كما هي، إذ ماتت الأم وهو في 16 من عمره ليعيش في رعاية مدرب الملاكمة كاس داماتو الذي أصبح وصيا قانونيا عليه. ولأنه عاش طفولة بائسة في أحياء ترتفع فيها معدل الجريمة، فلم يكن غريبا أن يتم القبض عليه كثيرا لارتكابه جرائم ضرب مع بعض الذين يسخرون من صوته العالي ولثغته، لدرجة أن جرائم مشاجراته وصلت إلى 38 مرة وهو في 12 من العمر. عام 1997 خسر الملاكم مايك تايسون أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد عندما قام الأول بقضم جزء من أذن الثاني أثناء سير المباراة. دخل تايسون السجن بتهمة اغتصاب فتاة سوداء، وهي كانت قضية قيل أنها ملفقة للانتقام من النجم الأسود. وفي السجن تعرف على بعض الأشخاص الذين أقنعوه بالإسلام، ثم أعلن اعتناقه الإسلام وسمى نفسه عمر بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك تم تغييره لمالك تايسون. ويذكره محبي الملاكمة أثناء ظهوره الأول على حلبة الملاكمة بعد خروجه من السجن، وقد رفع أتباعه الأعلام البيضاء ويكبرون تكبيرات الإسلام. وتعد تلك الخطوة في نظر بعض المتابعين مجرد مناورة لتحسين صورته أمام الأمريكيين، وخاصة الأمريكيين الأفارقة بعد إدانته في قضية الاغتصاب. منذ خروجه من السجن دخل في مشاكل مالية بسبب الديون التي تراكمت عليه. ساعد تايسون في التفكير الجدي في اعتناق الإسلام تمضية 3 سنوات في السجن، أي نصف مدة العقوبة التي حكم بها، وهي 6 سنوات في سجن إنديانا للشباب، حيث وجد في خلوة السجن فرصة سانحة في مراجعة مسار حياته داخل حلبة الملاكمة وخارجها. فصمم بعد دراسته للإسلام على أن هذا الدين هو الذي سيساعده على تجاوز كل مشكلاته في الحياة. ورغم نجاحه في تغيير دينه، إلا أنه لم ينجح في تغيير اسمه، إذ ظلت وسائل الإعلام المختلفة تناديه بمايك تايسون، حيث كان إسلام تايسون بالنسبة لوسائل الإعلام الأمريكية المختلفة له نفس صدى إسلام محمد علي كلاي في الستينيات. ويضيف تايسون: لم أكن أقبل أن أدخل الإسلام بدون اقتناع، ولهذا كنت مترددا في بداية الأمر حتى درست القرآن الكريم، ووجدت فيه إجابات على كل الأسئلة عن الحياة والموت، وأشد ما أقنعني في القرآن أنه يحترم اليهودية والمسيحية في الوقت الذي ينكر فيه اليهود المسيح والمسيحيون ينكرون الإسلام. وكان اسمي بعد هذا الاقتناع أكثر قوة فيما لو أسلمت دون دراسة أو وعي. وعما أضافه الإسلام له يقول مايك تايسون: كوني مسلما لا يعني أنني أصبحت ملاكا، لكن ذلك سوف يجعلني شخصا أفضل، أبتعد بنفسي عن الردائل. وقد خرج تايسون من السجن ليعيش حياة إسلامية هادئة وسط أسرته التي أسلمت جميعا. وكان أول ما فعله تايسون عقب خروجه من السجن أن توجه إلى أحد المساجد بصحبة أستاذه محمد علي كلاي ولاعب كرة السلة السابق كريم عبد الجبار الذي كان في استقباله، وذلك لأداء الصلاة شكرا لله على نعمة الإسلام. اعتزل تايسون الملاكمة بعد عدة هزائم متتالية بعد أن كاد أن يصبح أسطورة في تلك اللعبة كسابقه محمد علي، إلا أن أسلوبه داخل الحلبة أصبح يعد مرجعا لكثير من هواة اللعب الشرس. فضلا وليس أمرا، ندعوك لتشترك في قناتنا بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل جرس التنبيهات، وشكرا.